نشرت وكالة الرويترز الأنباء تقريرا يرصد تصاعد معدلات الاعتداءات الجنسية ضد الأفريقيات المهاجرات واللاجئات المقيمات في القاهرة. ونقل التقرير العديد من الشهادات المؤسفة، مشيرا إلى أن ما يفاقم الوضع هو أن اللاجئات لا يلجأن في الغالب للشرطة أو لأسرة لحمايتهن. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. عندما سنحت فرصة للاجئة الشابة من جنوب السودان للفرار بعد أن ظلت لثلاثة أشهر محتجزة في شقة سكنية بالقاهرة جرى فيها اغتصابها مرارا، اكتشفت أنها حبلى من أحد مغتصبيها. حصل لي حالة اعتداء، أنا لما جيت هنا كل الولد بيجي في البيت بيحددني، وخالتي كان في الشغل كل يوم بيحدد فيني، كمان نمت معايا حط لأخواني بالبلكونة وبديهم بالسكين. مرة يوم طالعة برا خطفني بالدكتور تجاه راي العشر، لما خطفني وداني بالشباب، كان معه 2 مصريين وهو بيهم 3 سوداني. لما وداني كان بيت كلهم مصريين، اعتدى عليا وكان بيخطني بالسرير بيربطني بالسرير. وما هذه اللاجئة ذات 17 عاما سوى واحدة من بين عدد متزايد من الأفريقيات المهاجرات واللاجئات المقيمات في مصر اللائي يبلغن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية تفاقمت في الفترة الأخيرة. الناجي كلها يعني شاهدت المنظر، فيعني كان منظر يعني منظر بشع جدا، وكنت انا اصلا وكنت حاجه بي ولمسني انا طواش شو اديته بالالم في وشه، فكيف انا اديه بالالم في وشه؟ فقاموا يعني فقاموا يتحاوروا فيني حكايه بتاعت 4 اشخاص تاني، جو 4 اشخاص تاني، فأي واحد بينبشني في مكان في جسمي. وبعد ذلك كنت أنا عشان أنا بقيت أسوى معاه أدافع عن نفسي، كيف أنا أدافع عن نفسي؟ لا، أنا أجي ماشي في الشارع عادي، أتحرش وهي عادي، ممكن ياخذوني عادي، أمشي معاهم عادي، فأنا كنت وقفت ودافعت عن نفسي، لا، أدافع عن نفسي ليه أنا؟ مسكت واحد ضربته كف على وشه. يعني بقية الشباب اللي معاه وقاموا ضربوني حتى ما هم معي. وقالت 3 نساء أخريات تحدثن لرويترز إنهن تعرضن لاعتداءات أثناء عملهن كخادمات في البيوت، واغتصبت 2 بينما تعرضت 3 لاعتداء جنسي. ومع ندرة فرص العمل والإجراءات التقشفية التي أدت لزيادة معدلات التضخم، تعرضت كثيرات من اللاجئات للعجز عن دفع إيجار مساكنهن فتشردن أو اضطررن لمشاركة غرباء في السكن، الأمر الذي جعلهن أكثر عرضة لاعتداءات جنسية. وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت عدة حملات لمكافحة التحرش الجنسي وتغليظ عقوبته، إلا أن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه الإجراءات لم تنجح في ردع الاعتداءات على المهاجرات الإفريقيات اللائي لا يلجأن في الغالب للشرطة أو الأسرة لحمايتهن. هي تشمل إعالة بطالة. ونعود مرة أخرى معكم مواصلات برنامج بتوقيت مصر وملف اللاجئات الأفريقيات في مصر، وينضم إلينا من برلين محمد الكاشف المحامي والباحث المختص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين. أهلا بك معايا محمد، وبعتذر عن انتظارك. خلينا نبدأ على طول مباشرة في الموضوع، هل تعرض اللاجئات لعنف جنسي في مصر ده موضوع قديم ولا ده موضوع جديد وبيتم تناوله في الفترة الأخيرة وزاد في الفترة الأخيرة فقط؟ أشير لحاجة بسيطة جدا وبديهية، احنا لما بنتكلم عن هذه الحالات للاجئات في مصر أو اللاجئات الإفريقيات تحديدا، فاحنا ياريت نبص برضو على حالة المجتمع المصري وكيفية تعاطيه مع هذه القضية إذا كانت التحرش الجنسي
أو العنف الجنسي. مصر في 2017 طبقا لتقرير لفرنسا 24 هي كانت القاهرة كانت مصنفة تاني أكثر المدن خطرا على النساء، وكان نقلا عن تقرير لمؤسسة تومسون رويترز. ويا ريت ما ننساش الأحداث اللي حصلت ما بعد ثورة يناير في القاهرة وفي وسط البلد من أحداث التحرش الجماعي. ده بيدينا فكرة شوية عن المجتمع اللي احنا بنتكلم عنه، بنتكلم عن ممارسات ذكورية على نطاق واسع جدا ومسكوت عنها، ووصل لحد ان هي بقت من فعل العادي، ان مفيش شيء مستغرب في هذا الفعل، لدرجة ان في فيديوهات منتشرة على اليوتيوب لطلبة مدارس بيشرحوا وبيفسروا فيها ان ازاي البنات هم بتصرفات معينة أو بردود أفعال هم اللي بيجلبوا وبيجيبوا المعاكسة لنفسهم. فدي عقلية المجتمع اللي احنا بنتكلم عنه. لما نيجي نبص ونلاقي ان في 2018 الأزهر بيدعو لتجديد عقوبات التحرش والعنف الجنسي وسط استفحال هذه الظاهرة. فإذا احنا عندنا ظاهرة مسكوت عنها بسبب مشاكل مجتمعية وظروف أخرى تعصف بالبلد، بيتم التغاضي عنها، بتظهر لفترة وتختفي. ولكن أيضا احنا عندنا توثيق، يعني عمل موثق وتقارير موثقة وشهادات لضحايا عنف جنسي منذ 2012 و2013، ويمكن دي فترة كمان متأخرة بدأ الحديث فيها عن هذه الظاهرة على استحياء، لأن في الغالب الضحايا زي ما احنا شفنا الفتاة اللي عندها 17 سنة اللي قدرت تهرب من مختطفيها، دي حالة واحدة وسط العديد والعديد، يمكن الآلاف على الأقل من الحالات اللي أثر الصمت والسكوت عن اكترار الوصم المجتمعي والإحساس بالفضيحة والعار. عندنا كمان الإحساس استغلال وضع اللاجئات الإفريقيات والسوريات كذلك. أنا من خلال عملي الميداني في 2014 تم توثيق حالة اختطاف بنتين قاصر والتعدي الجنسي عليهم، وعند ذهاب الأهالي للإبلاغ عن هذه الحادثة كانت النصيحة يعني ملوش لازمة، مش هتاخدوا حاجة في الآخر وهتعملوا مشاكل، وكان في تهديدات من الجناة اضطر بسببها الضحية وأهلها لمغادرة المنطقة. وصلت الصورة المؤسفة دي يا محمد، بنعتذر لضيق الوقت وهنعاود فتح الملف مرة أخرى بالتأكيد. بنشكرك، كنت معنا من برلين محمد الكاشف المحامي والباحث المختص في شؤون الهجرة وحقوق اللاجئين.